أما هلأ بننتقل لمحطتنا التالية، وأهم مرحلة بمرحلة الطفولة هي مرحلة رياض الأطفال، هي نقطة البداية في تعليم الطفل الرسمي والخبرات الأولى اللي بمر فيها أي طفل. هاي المرحلة بتأثر بشكل كتير كبير مع المراحل المتقدمة التعليمية اللي هي أساسية لتكوين مستقبله. أكيد نورو، لحتى نعرف أكثر كيف ممكن تهيئة الطفل بالمراحل العمرية المختلفة، وخصوصا بموضوع رياض الأطفال اللي هو موضوع نقطة أساسية بتكوين طبعا شخصية الطفل، رح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ علي حمدان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك خير يا هلا. يسعد صباحك. مرحلة رياض الأطفال هي أهم مرحلة للطفل، لأنه هي بداية الخطوة الأولى نحو المرحلة التعليمية الأساسية، بس دائما بيكون نوعا ما في تخوف من قبل الأهل، اللي هي عملية الفصل فينا نقول عن العائلة لساعات طويلة. خلينا نحكي عن هي المرحلة أو البداية بهي المرحلة، قديش مهم تهيئة الطفل من قبل الأهل، قديش فيني أنا بلش بخطوات بسيطة بالبيت من خلال ترك هيدا الطفل يمكن عند مثلا تيتي أو جده، بلش بمراحل، لأنه ما فيني أنا ما هيئ الطفل لهي المرحلة وفجأة فورا أفصله أو أسلخه عن أمه بشكل كامل وفوته مثلا فينا نقول للروضة. هلا بتجي اهميه هاي المرحله لانه نقطه حساسه ومفصل اساسي بحياه الطفل. صحيح. لانه هي اول مره هو بينفصل عن امه، ببعد عنها، وبيحاول انه هو يكتشف المحيط، يكتشف البيئه المحيطه، يكتشف المجتمع الخارجي. فبتجي الروضه بهذا الموضوع، هي نقطه حساسه بحياه الطفل، لانه نحن بدنا نتعامل معه بحب بحنان، بحيث انه هو الطفل يالف على الجو، يالف على المحيط بدون بكاء. يعني انا في عندي اطفال ممكن يتاثروا، ينتابن شعور من القلق، ينتابن شعور من الخوف لأنه أمهم تركتهم. فقبل هاي المرحلة، قبل مرحلة الروضة، بيجي أنا عندي مرحلة تهيئة للطفل. هذه التهيئة ما بتجي قبل بأسبوع أو قبل بعشرة أيام من بداية الروضة. هاي المرحلة أنا لازم أشتغل فيها مع الطفل قبل وقت منيح، مشان أنا أكون الطفل مرتاح والأم مرتاحة. ممكن الأم هي تشتغل عليها مثلا قبل بداية الروضة، تحاول أنه تنفصل عن الطفل ولكن بهدوء، يعني بشوي شوي. يعني ممكن مثلا إذا هي عندها مشوار خارجي، أنه هي تترك الطفل عند أختها، عند أهلها، عند حدا قريب درجة أولى، مشان الطفل يتعود هو أنه الحياة ماشي، وهو ما حيصير له شيء إذا الأم بعدت عنه أو إذا اختفت أو إذا راحت مشوار ورجعت. فهذا الموضوع نحن بالطفل هو بيعاني منه أو بينتابه شعور من القلق أو من الخوف بالروضة، لأنه هو عم بيألف على مكان جديد وروضة جديدة ورفقات جداد، مجتمع جديد، أنسة جديدة، فهو بده ينتابه الشعور من القلق أو من الخوف. هذا الموضوع بينكسر مع مرور الوقت، يعني الطفل هو بيحتاج شوية وقت، بيحتاج أيام أوقات، بيحتاج أوقات. مثلا أنا في أطفال بيختلف من طفل للتاني، ممكن طفل هو يضل عم يبكي كمثال يعني ساعة، ممكن طفل يبكي ثلاث ساعات، ممكن طفل يضل عم ينتابه شعور من القلق أو التوتر مدة أسبوع. فأنا بدي أحاول أكسر له هذا الحاجز وخليه آلف أكثر على الروضة. طبعا هاي المشكلة أو هاي النوع من التوتر أو القلق شو سببه؟ هو سببه تعلق الطفل بالأم. يعني أنا بلاقي طفل متعلق بأمه كتير، هذا ممكن يأخذ معي شغل أكثر من الطفل اللي هو ما نوم متعلق بأمه، أو مو أنه ما متعلق، هو متعلق لكن عنده موضوع غياب عادي، أو موضوع غياب الأب هو بالنسبة له عادي أو هو متعود عليه. هذا التعود بيجي من خلفية سابقة، يعني من أيام قبل أنا ممكن أني أشتغل فيها مع الطفل لحتى أنا هيئه أنه هو يترك أمه أو ينفصل عنها ولكن بدون بكاء. طيب أستاذ علي، يعني عادة في كتير سيدات بياخذوا الأطفال على الحضانة قبل الوقت اللي هو لازم يروحوا عليه أساسا، كنوع من أنواع التهيئة، أنه خليه يتعرف على هذا الجو ويتعود عليه، مشان وقت يصير بده يدخل على الحضانة يكون شوي متعود. هل هي تعتبر وسيلة جيدة أو لا؟ هلا العمر الامثل للطفل يدخل الروضه هو من 3 سنوات. ممكن في اهالي بيكونوا موظفين، الام موظفه، ظروف عملها بتتحكم انه هي تترك الطفل من 2.5 سنين، او ممكن قبل، يعني يكون مثلا بيبي فوق 6 شهور. صحيح. هلا انا كشخصيا يعني بشوف الاطفال اللي بيدخل عندي الروضه من 3 سنوات بيكون ادراكه، شخصيته اقوى، ادراكه افضل، اكتسابه للمهارات اللي هو اكتسبها بتكون افضل بكثير اللي دخل 3 سنوات. في عندك اهل نوع من القلق او نوع من التعلق من الطفل ما بيدخلوا ل5 سنوات. هلا هو منيح، بس الافضل انه هو لا، هو الافضل يدخل تماما بعمر مبكر،
بياخد معنا وقت بالاندماج اقل والمهارات اللي بيكتسبها بتكون اكثر. يعني انت طفل 3 سنوات له منهج تعليمي خاص فيه، طفل 4 سنوات بتزداد كل ما نحن طلعنا سنه. صحيح. الخبرات والمهارات اللي بيكتسبها بتكون اكثر لنمهده لحتى هو يدخل على المدرسة. هلأ أنا مع أنه الطفل يدخل بعمر مبكر، يعني إذا الأهل من 4 سنوات بيكون منيح، من 3 بيكون أفضل، بس ما كل الأمهات قادرين. صحيح تماماً. اليوم بس خلينا نحكي معك عن أهمية ممكن فينا نقول التعاون المشترك مع الأهل والكادر التدريسي أو التعليمي. وين بدي حط ابني مثلا، إذا حطيته بروضة أو حطيته بمركز آخر، هي التهيئ المشترك أو التساعد يعني فينا نقول مع بعض، قديش فعليا بيوفر وقت وجهد وقديش الطفل بيكون مرتاح؟ لأنه في طريقة تعامل مع الطفل كلياتنا بنعرف، لما بدك تعامل طفل أكيد ما رح تعامله مثل يعني شاب كبير أو ولد فينا نقول فوق 10 سنين، مختلف طريقة التعامل، وفيك تعمل يعني عمليات كسب الطفل بطرق مختلفة. الأم بتقلك أنا بغنجه أبدلله، الكادر التدريسي أو بالروضة في نوع من الالتزام، لكن في طرق تعامل متبادلة ممكن أنا أحبب الطفل بوجوده بهذا المكان. هلأ بتجي هاي المرحلة مهمة جدا بحياة الطفل، نحن بنطلق عليها مرحلة الفطام الثاني. موضوع الدلال وموضوع الغناج المفرط، أنا دائما بنصح الأم أنه هي ما كتير تدلل الطفل، يعني هي مثلا الدلال ممكن يكون بنسبة 30% والتزام بنسبة 70%. دائما الطفل الملتزم بتكون شخصيته أفضل، اندماجه مع الأطفال بشكل أريح بشكل حلو، تلقي للمعلومة واكتسابه بيكون أفضل بكتير من الطفل اللي هو عم بيعاني من موضوع أنه الأم كتير عم بتدلل، أنه هو بتلاقي أنه ممكن كل الوقت هو جنبه، حتى لو بأي زيارة عائلية أو بأي مشوار هو قرب والدته. هذا الموضوع بيعكس بالسلب نحو الطفل، يعني بيصير شخصيته اتكالية، هو ما هو قادر أبداً أنه يندمج مع المجتمع مثل الطفل اللي ملتزم بنسبة أكبر. فأنا دائماً بشجع الأهل أنه الالتزام أو الالتزام يكون أكثر من الدلال. هلأ كلياتنا بنحب أولادنا وكلياتنا ما في أمة بتحب ابنها وما في أمة بتمنى أنه ابنها يكون هو أكثر حدا مدلل ومغنج، لكن بحيث ما يأثر على الشخصية. يعني نحن أي حدا أكيد بالمجتمع كان في عنده محيطه رفيق يكون هو مدلل، هذا بتحسي انه شخصيته شوي ضعيفه اتكالي، ما قادر يقوم بواجباته بشكل صحيح مثل الطفل الملتزم او الطفل اللي هو عم بمارس اموره بنفسه، يعني معتمد على حاله وذاته. طيب استاذ علي، خلينا نحكي اكثر عن كيفيه التعامل مع الطفل بهي المرحله. يعني قلت في عده اشياء لازم نحكي عنها لتهيئه الطفل، نبلش نحكي ولو بتفاصيل صغيره. هلا تهيئه الطفل للدخول الروضه انا ببلش فيها مثلا، اذا كمثال الروضه ب1/9 انا ببلش فيها فرضا قبل ب3 شهور. ليش؟ مشان الطفل هو شوي شوي. ممكن الام تحكي عن الروضه كمثال، يعني انا عم بقول تحكي بالشيء الايجابي، انه بكره انت رح تروح على الروضة، بكرة أنت رح تتعرف على رفقات جداد، رح تتعرف على محيط جديد، الأنسة حبابة، الروضة حلوة فيها ألعاب، هي أنا بكون عم هيئ الطفل نفسياً. ممكن حالة تانية أنه أنا أعمل زيارات خاصة للروضة، يعني مثلاً خلال فترة الصيف أي روضة بيكون فيها نادي صيفي بعمل أنا زيارة خاصة للروضة بحيث الطفل هو يكتشف المكان، لأنه بنرجع بنحكي عن موضوع الألفة، أنه الطفل هو يآلف على المكان، يآلف على المحيط الجديد اللي هو بده يتعرف عليه، يآلف على الأنسة اللي هي بدها تكون مثل الأم الثانية بالروضة. فبقدر أنا ما بهيئ طفلي بقدر ما بيكون الموضوع أسهل وبيكون أخف بكاء عليه وأخف قلق وتوتر. صحيح. تمام. أكيد يعني معلومات مهمة، بنتمنى أكيد الكل يكون استفاد منها، خصوصا نحن مقبلين على مرحلة جديدة هلأ قريبا، رياض الأطفال والمدارس. شكرا كثير لك أستاذ علي. سهلا. شكرا لك. أكيد نشكرك أستاذ علي حمدان على وجودك معنا، شكرا كثير لك.